هاي جايز، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا منيح. اليوم الفيديو راح بيكون اي ريكوستد فيديو يلي انت طلبتوه. سالتكم على سناب شات شو هن الفيديوز اللي حابين تشوفوه، واعطيتونا انتو هيدي الفكره يلي هي رائعه، كثير حبيتها. انه كيف فينا بالميك اب بنسمن وجهنا، ننصح وجهنا يلي هي ولا هالما لازم لاحظين، بالميك اب نضاعف وجهنا، ننحف وجهنا يلي هي هالميلة. So, guys, إذا حابين تشوفوا لهذا الفيديو تابعوا الفيديو على الآخر. قبل ما نبلش بالفيديو ما تستعملوا لايك وشير، أكيد سبسكرايب لماي شانل لتتابعوا كل شيء جديد بنزله. ما تنسوا تكبسوا على النوتيفيكيشن بيل يلي هو الجرس كرمال يوصلكم نوتيفيكيشن إنه نزلت فيديو بكل بساطة. ما تنسوا تتابعوني على ماي أول سوشيال ميديا بلاتفورمز يلي هن الانستغرام، سناب شات، والفيسبوك. حاحط لكم اللينكس بالدسكربشن بار هون تحت الشاشة. وبلا ما كتر حكي كتير خلينا نبلش بالفيديو. اول شيء رح احط الفاونديشن على كامل وجهي. رح استعمل ميك اب فوريفر الترا اتش دي فاونديشن بالرقم 125 اللي هو لون الشتوي تقريبا، عم بيصير لانه خلص هون هلا بطلت فيها نقول ايام صيفيه. سو لون الفاونديشن لازم تحطوه لون طبيعي لبشره وشكم. رح استعمل البيوري بلندر ورح احطه على كامل وجهي. رح اعمله بلندنج على كامل وجهي، اعطيه بفوق اطلال حبوب او اعمل بريك اوت. هل بدي اصور؟ خلص حلو، شو بدنا نعمل؟ ثاني ستيب رح اعملها هي انه رح اعمل كونتور للوجه. هالميله اللي هون رح بتكون الميله اللي بدي ضاعف فيها وجهي، وهالميله اللي هون رح بتكون الميله اللي بدي نصح فيها وجهي. اول شيء رح استعمل كونتور ستيك. عم بستعمل نيكس كونتور ستيك اللي هي وندر ستيك. بيجي فيها هايلايت، ميلة هايلايت، وبيجي فيها ميلة الكونتور. فيكم تستعملوا حيا لكونتور ستيك انتو عندكم اياه، او فيكم بس تكتفوا بالباودر، مش ضروري تستعملوا الكريمي ستيكس. اوكي، اول شيء للميلة اللي بدي ضاعف فيها وجهي رح ارسم على شكل 3، يعني على شكل 3 بالفرنسي. اوكي، لانه كل ما بنرسم كونتور على كسرة الخد ومنطولها يعني هيك بنشطبها شوط بالنزول، كمان بنكون عم نضاعف الوش. اوكي، بدنا نرسمها هيك. وين بنوقف؟ بنوقف على مطرح ما بتنتهي عيننا، ما بنمدي كله لقدام. اذا مديناه كثير لقدام بنصير مثل السكالتينج فيت، يعني هيك هول هيك لازم. اوكي، سو عملنا خط، طلعنا ونزلنا تحت الدقن. واي؟ لانه كمان بدنا نضاعف هيدي المنطقه يلي هون شايفينها. هلا شوي صغير الكونتور ستيك هيدا ميل على الاورنج بس تبع بيقطع. وبعمل له بلندنج. فيكم تستعينوا بالبراش او بالبيوري بلندر. على طول البلندنج بده يكون طلوع، ما بقى من نزله. للكريس اكيد بيطلع طلوع. مو كتير كتير قوي، يعني اكتر ناتشورال هيدا مستيك. anyway لتحت الدقن من نزلة نزول. اوكي، لانه اكيد اذا انتو عندكم دوبل بونتون، يعني هون كان عندكم شو بيقولوها بالعربي دقنكم شوي صغيرة تخين، مش تخين ناصع، كمان بتحطوا هون. مثل ما بتحسوا الناصع بتكون ضعفوا بتغمقوا وبتنزلوا شوية صغيرة. لا كمان نعمل بلند. رح ارجع اجيب شوية صغيرة من الكونتور لانه صراحة كتير حسيته خفيف. هون بلندينج طلوع مش نزول، لانه ما بدناش نوطي الخد، بدنا نشغل الخد بنفس الوقت غير انه عم نضاعف. اذا بتطلع انا هلا بالكاميرا دغري رح بتلاحظوا انه هيدي المنطقة ضعفت، هاي المنطقة بعدها احسن. يعني لاحظتوا انه هون بينت كسرة الخد اكثر من هون، هون بعده مبين الخد اكثر. اوكي، للهايلايت كمان رح ضوي المنطقة اللي هون تحت العيون، رح اعملها على شكل الفي شيب، يعني على شكل الفي. اوكي، كل ما بعمل على شكل البي كل ما بكون على مطول الوجه وضعفه اكثر. لا تحت مطرح ما رسمنا كسرة الخد بدنا نبرزها اكثر، بنفتح. اوكي، اكيد تحت الحاجب، تحت
نشغل العين اكثر وتبين، كل ما بتنشغل العين كل ما بتبين هيدي الميلة سكالت. وفوق الهايلايتر صراحة راح احط الكونسيلر يلي هو بالرقم مايفيلين، راح استعمل هلا تعب وجهي بالرقم 15، راح استعمل لون فاتح لانه بدي اياه يفتح هيدي المنطقة كمان على في شيب. البلندنج بين كسرة الخد واللون الفاتح على طول بده يضل جاي على النص، لا بطلع لا طلوع ولا بطلع نزول على النص، لأنه ما بدي أشيل الشغل اللي اشتغلته للبرونزر. وتحت الحاشة كيف بعمل بلندنج للكونسيلر ولا تحت العين، إذا بقدر أشطبط له بشطبط له. بنفس الكونتور ستيك رح اعمل كونتور للانف، اكيد الانف تعملوا الكونتور اللي انتو متعودين تعملوا له. انا الانف ما كتير بغير، اما للميلة اللي بدي نصح فيها وجهي هلا، هو يفضل انه ما تحطوا برونزر، لانه اذا حطيتوا برونزر وعملتوا كونتور شو ما كان شكل الكونتور من هي رح يعطي ضعف للوش. سو من هيك بيقولوا بس لازم تحطوا باودر، والبودرة لازم تكون فاتحة، لانه كل ما بتفتحوا كل ما بتكونوا عم تبرزوا هالمنطقة وعم بتنصحوها، وبس بلاش. بس انا للي بحب يعمل كونتور رح اعطيها الطريقة، اذا بدك تنصحي هيدي الميلة ما بتنزل الكونتور نزول ابدا، تعمليه كأنك عم ترسمي خد لألك، يعني بدك تجيها مكسورة هيك. اوكي لاحظتوا كيف مشطوبة شطب هيك، مش نزول ابدا، ما بننزل نزول، بدنا نحنا نبرز ونعطي انه نحنا عنا خد. سو بدنا نعرض الوجه اكتر، ما بقى من ننزل نزول، وكل شي بيروح بالعرض ما بقى بينزل نزول. يعني اذا لاحظتوا كله بيروح بالعرض، حتى هدول على الجبين تحت مش ضروري، بس انه اذا بدك تعطي شكل للوجه اكتر. ومنعمل لهم اكيد بلندنج، ابدا البلندنج مش نزول، ما بقى بدنا نضعف الوجه وننزل نزول. يعني اذا بتطلعوا بالكاميرا رح بتلاقوها هيدي الميلة بعدها اكتر نازل نزول ضعفانة، هاي الميلة بعدها اكتر عم تبين الخد ورايحة بالعرض اكتر. إذا لاحظتوا هون الهايلايت نزلناه على شكل في شيب، هون ما رح ننزله على شكل سبعة بالرقم الفرنسي أو العربي، هون رح يروح على شكل دائري. لاحظتوا كيف؟ كمان بنرجع بنحط له الكونسيلر على شكل دائري. أما للحاجب ما رح ضويه من تحت العين، تحت الحاجب راح ضويه من فوق، لانه ما بدي بقى هيدي القرش اللي هون تبين، بدي احاول اخفيها. هلا بتشوفوا باي طريقه. هلا بقى نثبت كل شيء كريم عملناه بالباودر برونزر، وراح استعمل هولا بنفت برونزر، وكل شيء مناطق فاتحه راح استعمل الباودر العادي يلي بلون بشرتي يلي هو من كي ستار رقمه اوبتروا. بقى تحت العين راح استعمل ريمن ستايمات باودر، لانه بدي افتح تحت منطقه العين. بعدها بقى بالبيك فلافي براش راح اخد الباودر الفاتح يلي عملت تحت عيني، وهيدي المنطقه كل اللي هون بفتحها. للهايلايت هو عادة بتركزوا الهايلايت على مطرح الناصح من الوجه، مش المطرح الضعيف اللي بنعمل له سكالتينج. هلا عم بستعمل جيرار كوزماتيك هايلايت بالاسم اودري. اوكي هلا على الميل اللي بدي نصح فيها وجهي بستعمل الهايلايت على طول بميلة العرض، اذا لاحظته فوق الحاشب مطرح ما انه. لتاني ميلة الهايلايت فيك تستعملي هايلايت بس وين؟ على كسرة الخد هون بس. اوكي بعدنا ملاحظين انه هيدي الميلة ضعيفة وهيدي الميلة عاملة. اوكي هلا للبلاش استعمل خلطة بين هول اللونين اللي هون الاثنين،
عم بستعمل كمان نيكس باليت للبلاش على الوجه اللي بدنا نضافه، بنحطه دغري على منطقة خدودنا دغري هون على الابل اوف ذا تشيكس هون شوف. اما للمنطقة اللي بدي نصح فيها وجهي مطرح ما حطينا الهايلايت اوكي شفتوا وين، نعمل البلاش كتير قريب على مطرح ما حطينا الهايلايت، يعني سوري رايح بالعرض مش على الابل اوف ذا تشيكس مش على كثرة الخدود هون نوم هون، كتير قريب على الهايلايت. او فيكم تستعملوا بلاش فيه لمعية، يعني مثلا مثل هذا الالف لاحظتوا فيه لمعية منه ما. بعد في عنا شغلة وحدة يلي هي اخر شغلة واخر ستاب بالميك اب يلي هي الحواشب، في عالم كتير ما بتركز على الحواشب لان ما يلي بتكون ضعف فيها وشكون على طول الحاجب لازم يكون له كسرة من هون عالي، سو كل ما بنعلي شوي صغيرة بنعمل له ارش كسرة للحاجب كل ما الوجه بيضعف، كل ما بنسحب الحاجب اكثر هون كل ما الوج اذا لاحظتوا بيعرض وبيروح بالعرض بسحبه للحاجب. حاول اعلي الحاجب من هون لاحظتوا هذا الحاجب كيف عملت له كسره وهذا الحاجب شطبته اكثر، يعني هلا تطلعوا على هيدا الميلة من الوجه بتلاقوها كتير اضعف وهي الميلة كتير رايحة بالعرض اكتر. هلا اكيد الحواجب مبينين شوي صغيرة قوية بس لانه ماني عاملة الكومبليتلي ميك اب على كامل وجهي، بس تعملوا كومبليتلي ميك اب على كامل وجهكم اكيد ببينوا الحواجب افتح واحسن. سو جايز هذا هو كان الفيديو، ان شاء الله تكونوا حبيتوه واستفدتوا منه لهذا الفيديو، فرجيتكم طريقة كيف فيكم تنحفوا وجهكم بطريقة كيف تخلوا وجهكم مليان وعبي بطرق كتير هينة، مش ضروري كتير نحنا نتعذب ونروح نعمل ابر وهي النتيجة تطلع منيحة والنتيجة ما تطلع منيحة، بس بالميك اب فيكم تعملوا تجميل لوشكم لوقت محدد اكيد اللي هو 24 ساعة مش اكتر. سو اذا حبيتوا لهذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لماي شانل، وما تنسوا على النوتيفيكيشن بيل، وما تستنوني على ماي سوشيال ميديا بتاعتي من انستغرام فيسبوك سناب شات، وانا بشوفكم بماي نكست فيديو، بحبكم. Bye bye.